السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي مهمة بالذات لو أنت شغال على كروم وبتفتح تابات كتيرة، فبتلاقي كل شوية الجهاز بيهنج. جوجل كروم من أقوى المصفحات، لكنه السيئة اللي فيه إن هو شره جدا للرامات، فبتلاقي الجهاز بتاعك هنج وكل البرامج التانية هنجت. فده بيعمل إيه؟ التابة اللي أنت بقالك كتير ما استخدمتهاش بينيمها، بحيث إنها متاخدش أي حاجة من الرامات، تفضل موجودة لكن هي مفيش استهلاك للرامات خالص. فدي أداة كويسة جدا لو أنت فعلا عندك المشكلة ديت، إن أنت بتفتح أكتر حاجة في نفس الوقت. هسيب لكم الرابط وجربوها، ولو في أي أدوات مفيدة زي كده يا ريت تقولها لي.